أخبار اليوم. اليونان أليكسيس تسابيريس ورئيس قبرص نيكوس بالسابيادس، حيث تناولت القمة الثلاثية تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التطورات الإقليمية. وتعقد القمة الثلاثية في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينهما، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014، والقمة الثانية التي صادفتها قبرص في أبريل 2015.